ومرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية والأخيرة من صباح الشروق بعدد من الفقرات المختلفة والمتنوعة. لما نصبت مؤشر الراديو على المسطرة ونسمع هنم درمان إذاعة جمهورية السودان، ولما نسمع عشا الفلاتية وهي بتغني من دار الإذاعة برسليك سلام. الإذاعة القومية السودانية ظلت تقدم فترات برامجية جميلة جدا ومتميزة، نحن ذاتنا بقينا نتوارثها كمستمعين لها من جيل لجيل. في كثير جدا من البرامج اللي منذ نشأة الإذاعة وفي الفترات المتعاقبة ظلت موجودة حتى يوم الليلة. فقرتنا من ذكريات الوطن صورة وتعليق حتكون اليوم عن الإذاعة السودانية. يا سلام. مرحبا بكم من جديد ومن دار الاذاعه، وفي بالنا الرادي بشكله القديم ومجلدينه كده بالجلد ومعلقينه فوق في واحد من الشبابيك، والناس متلميه بنفس الطريقه دي وهي بتستدعي كل الخيال المربوط بالبرمجه اللي كانت في الاذاعه السودانيه. نسعد انه يكون معانا الاستاذ والزميل الصحفي محمد احمد مبروك. استاذ محمد صباح الخير. عليكم السلام، اهلا صباح النور، تحيه لك ولمستمعيك الكرام. مرحبا بك استاذ محمد. الاذاعه السودانيه ذاكره الامه السودانيه ووجدان الشعب السوداني وغيرها ايضا من الاوصاف الكثيره جدا اللي بنصف بها الاذاعه السودانيه. قامت بادوار كبيره جدا، هل تفتكر الان دور الاذاعه تراجع ولا ما زالت تحتفظ بذلك البريق والجمال المرتبط بكل الناس اللي بيستمعوا لها؟ والله هو يعني ما في شك انه الوسائط الجديده اثرت على الوسائط القديمه، لكن الاذاعه عندها قوه خاصه. الاذاعه اي اذاعه، لانه انت يمكن ان تسمعها وانت في العربيه وانت متحرك وانت ماشي، بعكس الوسائط الاخرى، يعني كان التلفزيون ولا وسائل التواصل الموجوده في تلفونك دي ما بتقدر تستخدمها في كل الحالات، لكن الإذاعة يعني ما زالت يعني محتفظة بجزء كبير جدا من قوتها في مواجهة الوسائط الجديدة القوية جدا. نعم، أستاذ محمد، واحدة من الحاجات اللي بتميز الصوت السيري أو الإذاعة بشكل عام إنه هي رخيصة، ما مربوطة بطبقة من المثقفين، أي زول بيسمعه وبيستوعب المادة الإعلامية المقدمة فيها، بيستوعب الجرعات المربوطة بالإذاعة، بالإضافة للرقعة الجغرافية الكبيرة اللي بتغطيها نفسها الإذاعة. كيف ممكن الإذاعة توظف كل الإمكانيات مع التغيير الجديد ده في إنه هي تلعب دور اجتماعي قيمي زي ما كانت في الأول؟ والله الدور اللي لعبته إذاعة أم درمان من الصعب جدا إنه يتكرر مرة ثانية. نعم. الآن، لأنه الآن يعني جنحت الإذاعات نحو التخصص. بتتكلم عن اذاعات الاف امس، والتخصص ده بيخلي مخاطبه كل اذاعه لفئه او شريحه معينه من الناس. لكن من المؤكد انه الدور الاجتماعي اللي بتلعبه الاذاعه ما زال غايم، وما زال هنالك يعني الان تطورت البرامج نفسها، يعني الان في البرامج فيها تواصل بين المشاهدين والبرنامج، تواصل مباشر زي برامج الفتاوي، زي برامج النقاش والحوارات اللي بتجري في الاذاعات. دي ايضا يعني ادت فرصه للمستمع ما للتلقي بس وانما للمشاركه والعطاء، وانا افتكر انها برضه هذا تطور ذكي من الاذاعات انها تشرك المستمع معها في الحديث. استاذ محمد احمد مبروك، يعني ايضا الاذاعه السودانيه تحديدا هنا ام درمان كان لها دور كبير جدا في تطوير الاعلام السوداني والاعلامي السوداني، سواء كان مذيعين، مذيعات، اداريين، تقنيين، فنيين، مهندسين، مخرجين وغيرهم من الوظائف الاخرى. نعم، الحقيقه الاذاعه السودانيه دي يعني ادت دور
هو يمكن اكبر دور بتاع التحول الثقافي والاجتماعي في تاريخ السودان، لانه اللغه اللي الان بيتخاطبوا بها الناس اللي بيتخاطب بها انا وانت في قناتكم الكريمه دي، نعم، دي ما لغه اي قبيله من قبائل السودان، صحيح، ولا لهجه اي منطقه من المناطق وسطيه، دي اللهجه اللي ولدتها هنا ام درمان. الان هذه اللهجه بيتحدثوها كل قبائل السودان، كل مناطق السودان، وهي اوجدتها ام درمان. اصبحت لغه مشتركه يعني. الثقافه المشتركه الموجوده الليله بين الناس. ووحدت الذوق حتى في مجال الفن والغناء والنغم وغيره. اليوم النمط الغناء ونمط الالحان ونمط الموسيقى السائده في السودان دي برضها ما بتاعت اي قبيله ولا بتاعت اي منطقه. انما دي الحاجه اللي تولدت من اذاعه ام درمان. صحيح. ايضا اذاعه ام درمان ما في اي شك هي اللي انتجت صحفيين واعلاميين. انت نفسك كان عندك تجربه في الاذاعه القوميه على مستوى اللغه ومستوى الاعداد الماده سواء كان في الصحيفه ولا غيره. والاذاعيين في ام درمان ايضا هم كان لهم دور كبير جدا في الصحافه المغروءه. ومنهم يعني استاذنا الكبير علي شمو واستاذنا محمد صالح فهمي رحمه الله عليه. ويعني انا اسعدتني الايام بانه زاملت الاستاذ محمد صالح فهمي وكنت تلميذه اكثر من 6 سنوات في دار الصحافه. نعم. نفس المستوى الرفيع جدا في اللغه وفي المخاطبه اللي حافظوا عليه في الاذاعه فرضوه ايضا في الصحف. يعني انا اتذكر في 75 انا عملوا لي استيضاح، عمل لي محمد صالح عمل لي استيضاح لانه كتبت كلمه العلاقات. قال لي كيف تكتب العلاقات؟ تقول العلايق. يا سلام. المستوى الرفيع جدا من الاداء الصحفي اسهموا هؤلاء الاذاعيين فيه وفي اعداده. فمن المؤكد انه اذاعه ام درمان حتى انماط الماده واشكال البرامج وغيره دي كانت رافد جيد جدا لثقافه الصحافه السودانيه اللي هي اصلا برضها بدات قويه وبدات جيده. صحيح. طيب استاذ محمد احمد مبروك، في بالنا الاذاعه من انشائها في العام 1940 والمراحل الكثيره اللي مرت بها مع بدايه المستعمر وبعد ذاك الاستقلال والادوار اللي لعبتها، خلينا نتكلم عن النواحي التقنيه الان الموجوده حتى في الاذاعه. في استوديوهات تغيرت من تماثليه لديجيتال، المذيع نفسه بقت عنده امكانيات ومهارات، بقوا بيشتغل الشغل المتكامل ده. كيف بالتطور الجديد اللي بقوا موجود في الاذاعات ممكن الاذاعه تقدر تنافس كل الوسائط حتى لو ما بنفس الجرعه اللي كانت بها زمان، لانه هي كانت المنبر الاعلامي الوحيد، تحاول بقدر الامكان دوره ما ينغمس وسط التطور الكبير اللي انت تكلمت عنه في بدايه كلامك. نعم. هو حقيقة يعني أنا أفتكر هذه نقطة قوية جدا. الراديو ده لما بدأ ودخل السودان كان جهاز الاستقبال فيه قوي جدا، يعني جهاز الاستقبال اللي كان في بيوت الناس واللي عرفوا صورته ده جهاز قوي جدا، ولو الآن عايزين ينتجوه ما في زول بيقدر يشتريه لأنه كان جهاز الإرسال ضعيف. فزي ما انت ذكرت في بدايه الحلقه انه يعني كان الناس بيربطوا الدنايتين والبرسلانه والاريال وغيره ويوصلوا الهناي والبطاريه الجافه الكبيره دي وكده. وكان رغم الصعوبه دي ورغم غلاء سعر الجهاز ده انذاك الناس كانوا حريصين عليه. ده بيشير الى قوه الاذاعه كوسيط من الوسائط. والوقت ده كانت الصحف موجوده يعني. حتى بعد ما دخل التلفزيون ما استطاع ان ينزع قوة الإذاعة أو مكانتها. الآن الفرصة فعلا زي ما ذكرتي يعني أصبحت جيدة جدا أمام معد البرنامج والمنتج والمذيع وغيره، لأنه زمان كان عشان أنت تمشي عشان تسجل حاجة خارج الاستوديو كان في الجهاز الكبير جدا اللي فيه الشريط الرول داك والشريط مرات يتفك يندفق هسه بقت زواكر صغيره كده وثمنه 250 الف دولار. فكان في صعوبات كبيره جدا بتواجه معد البرامج. الان الفرصه اصبحت يعني امامهم كبيره جدا في انه ينتجوا ماده يعني غير قابله للمنافسه لانهم هم اصلا وسيط قوي
وبيجي عندهم امكانات تقنيه وفنيه عاليه جدا. صح. اضافه الى انه حتى الاداء المذيع والله مقدم البرنامج والله معده اتطور هو نفسه، والان في يعني مجموعه من شباب ممتازين ومتميزين جدا في الاذاعات كلها، يعني نشهد بذلك، وادائهم جيد، وبس يا ريت كمان يحرصوا على صحه اللغه لانه الاذاعه دي مدرسه، والخطا اللي بيتكرر في الاذاعه من المذيع وكده بيعلم الناس، يعني الناس بيتعلموا من الاذاعه، وكلنا احنا تعلمنا من الاذاعه يعني والمخاطبه وغيره تعلمناها من الاذاعه. فلو حرصوا على بس دقه اللغه ده يمكن العيب الوحيد الموجود في مذيعينا، بعض مذيعينا يعني مش كلهم. الان الفرصه امامهم ممتازه جدا، يعني في انه تستمر رسالتهم في تغيير المجتمع وتطوير ثقافته وتوحيد ثقافه الناس يعني، ومواجهه الهجمه الثقافيه العالميه المواتانة دي، وافتكر انه ده دور كبير جدا مناصر الان بالاذاعه. نحن شاكرين لك جدا استاذ الصحفي محمد احمد مبروك، شكرا جزيلا لمداخلتك معنا عبر الهاتف للحديث عن الاذاعه السودانيه، شكرا جزيلا لك. طبعا بنحيي كل الذين عملوا في الاذاعه السودانيه هنا ام درمان، يعني هذه العباره التي تشق الاذان، ونسترجع مع عدد كبير جدا من الذكريات. بنحيي برضو كل العاملين في كل اذاعات الاف ام المختلفه بتخصصات ايضا مختلفه، انتم ايضا لديكم رساله مميزه جدا بنحييها كلها بدون ذكر اسماء كل الاذاعيين والاذاعيات اللي بتهدوا انه يقدموا فعلا فترات برامجيه مميزه.